وصلنا مشاهدينا لفقرتنا السبت كل يوم سبت فقرة صور مصرية، واللي بيشرفني فيها مصور صحفي متميز جدا. خليني ارحب بالاستاذ ايمن موسى، المصور الصحفي رئيس قسم التصوير بجريدة الاسبوع. اهلا بيكم منورنا يا فندم. صباح الخير واهلا بيك يا فندم، صباح الخير على مصر كلها يا رب. التصوير الفوتوغرافي وهذه المهنة الجميلة والشيقة والصعبة في نفس الوقت، خلينا نتكلم على قيمة التصوير الفوتوغرافي لو حبينا نشرح حتى للسادة المشاهدين. هو التصوير، هو أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا بننقل تعازينا للشعب الفرنسي على الضحايا اللي فقدوا حوالي 120 هنقول ربنا معهم، وأكثر من حوالي 200 جريح بالظبط. فإحنا قلوبنا وقلوب المصريين كلها معهم، وندعي لهم بالشفاء إن شاء الله ربنا يزيد. أولا التصوير الصحفي ده شيء هام جدا جدا، هو بينقل الواقع الحقيقي اللي ما حدش يقدر يكذبه، لان ما حدش بيقدر يكذب الصوره. الصوره الصحفيه دي بتبقى صوره واقعيه، يعني وصفت بانها اكتر من 1000 كلمه، وصفت بان صوره موضوعيه حقيقيه الحقيقة. وده المستقبل اللي جاي كله بيتكلم عن الصور النهارده. حتى المتابع النهارده القارئ ما بقاش يقدر عنده الوقت بيقدر عايز يتابع الموضوعات في الصور. فانا اصبحت المهنه النهارده مهمة جدا، تحتها 100 خط جدا، برغم طبعا الصعوبات الكتيرة. لا ده انا متأكد، ده يعني انا شفت الصعوبات اللي يعني طبعا من قتل وجرح، يعني صعوبات كتير تعرضنا ليها الفترة اللي فاتت. وطبعا كنا من بعد الثورة في 2011 كانت مركز الصورة العالمي يمكن كان في مصر، فده كان خلينا طبعا كل الأنظار العالم كانت علينا، وكل الناس كان بيتكلم عن مصر، لأن كان كل تقريبا في ساعة جديد أو كل دقيقة في جديد. فطبعا كل ده يعني خلص وانتهى بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. المهم اصبحت الامور مستقره، اصبح الوضع الى حد ما في الشوارع وفي الميادين امن الى حد ما. ما هو ده برضه محتاج نقل الصوره كحدث، يعني هل انتم بتسعوا لنقل الحدث وتخليده؟ ما هو انت حتى بعد حضرتك كمان الثوره مطالبين كمصورين صحفيين انكم كمان تنقلوا اللي حصل والحقيقه دلوقتي، حاله الامان اللي احنا موجودين فيها، حاله الاستقرار الاقتصادي في وسط الشوارع والاخ. ففكره اللحظة وتخليد اللحظة ده اللي بيسعى عليه المصور الصحفي. بالظبط، المصور الصحفي دايما متأهب وجاهز في أي وقت. وإحنا عايز أقول لحضرتك إحنا ما إحناش شغالين تبع جهة معينة أو طرف معين، إحنا بننقل الواقع. فدايما المصور دايما حريص على إنه ينقل الواقع، والواقع دلوقتي إحنا كل الناس، كل المصورين الصحفيين الزملاء الأفاضل يعني بيتجهوا لدوت وبننقل، وما أعتقدش في حد بيخبي النهاردة. الواقع ظاهر قدام الدنيا كلها، لأن العالم كله أصبح عبارة عن قرية صغيرة بنقدر نتابعها من خلال الصور وخلال كل الأحداث اللي بتحصل اللي بتتنقل مباشر عليها. تقدر تتابع أي مكان أو أي دولة في العالم دلوقتي في خلال الصور الموجودة. معنا على الشاشة مجموعة صور، عايز أسمع تعليق حضرتك عليها بقى. دي في انتخابات طبعا نقيب المحامين، كلنا طبعا بنبارك للأستاذ سامع عاشور لتولي الفترة الثالثة. طبعا كان في تنافس جميل جدا، وكان تنافس يعني كنا فقدناه من فترة، لقينا ان المرشحين كل واحد مرشح فعلا ملتزم وبيتكلم عن نفسه بشكل جيد ولا ويبعد عن تجريح الاخرين. ده حقيقي، ده انا شفناه، وشفنا النقابه كلها مهيئه وجميعا. بس الصوره يا استاذ ايمن يعني انت واخدها فاتح الكادر قوي، جبت من اول سوري السلم لغايه نهايه المبنى بالزبط. الصوره جايه بشكل يعني جايز ان عيني كمان مش معتاده على الكادر ده قوي. هو الكادرات المفتوحه عشان نقدر نوصف المكان كله بتفاصيل بالكامل. عشان انا لو قفلت الكادر على جزء معين النهارده، انت اختصيت الجزء دوت او اظهرته قدام المشاهد او القارئ او المتابع ان انا عايز ده. لا، احنا يعني زي ما قلت لحضرتك، المصور الصحفي هو بينقل الواقع مالوش علاقه، فاحنا عايزين ننقل الواقع عشان يبقى كل الناس شايفه وكل الناس ده تحت عينيها شايفه. فده ده ده دايما غالبا مش انا، لا ده كل المصورين الصحفيين. عندي اسئله كتير على فكره، ولكن كل ما اجي اسال حضرتك سؤال الاقي الاجابه موجوده في الصوره. يعني الحاله النفسيه والحاله المزاجيه هي بتعبر وبتنقل الحقيقه من خلال صوره بسيطه جدا. انا عايز اقول طبعا تحيه للسيدات المصريات طبعا اللي في فرق بينهم وبين كل سيدات العالم، اللي دايما بنلاقيهم في المواقف الصعبه، بنلاقيهم في المواقف الكويسه، بنلاقيهم في المواقف الجميله. فاصعب المواقف بتلاقي السيده المصريه فعلا. ده حقيقي. انا عايز اقول شكل اللجنه حلو، يعني بص الستات قد ايه السن يمكن متقدم، قد ايه الامن واقف واخد وضعه قوي، وده يمكن ده افتقدناه من فتره طبعا. فقد ايه شكل الامن، حتى الامن النسائي شكله جميل، يعني يستدعي الناس. وانا ايه مش عايز ابان بجاملك، ولكن انت في الصوره نجحت في كذا حاجه. يعني اولا اديتني شكل عام للجنه من بره،
تاني حاجة أنا شايف تواجد السيدات وزي ما حضرتك قلت السن والحماس والهتاف. تالت حاجة اللي أنت حضرتك قلتها التواجد الأمني النسائي، ركزت انه يطلع معاه في نفس الصوره موجوده والابتسامه موجوده على وش الضابط السيده اللي موجوده، وكمان على يمين الصوره في الكادر التواجد الشرطي موجود واضح. يعني ازاي الواحد، هي لحظه طبعا جمعت كل ده في هو صراحة. هنا المصور الشاطر اللي بيبقى واقف واخد باله واعي لغايه ما ينتظم الكادر بتاعه يكتمل الكادر بياخد اللقطه، انما انا ما اقدرش طبعا فيش مصور يقدر يروح يرتب تعالى اقف هنا شايف. طبعا هي لحظة. ده ما بينفعش، هو لحظه بس بيكون المصور متيقظ ليه. عظيم. انا عايز اقول بقى هنا المنظر ده جميل جدا قدام اللجان، وده انا بدعو جميع الناخبين ان احنا نغير الفتره الاولى المرحله الاولى اللي حصلت والعزوف عن الانتخابات. شكل اللجنه يا جماعه جميل، تخيلوا دول دي مصر، فيجب علينا ان احنا ننزل ونقول صوتنا، مش بنقول ندي صوتنا لمين بس، احنا يجب علينا ننزل ونختار، لان المواطن المصري واعي. انا اول مره اشوف من خلال صوره فوتوغرافيه دلوقتي بالتحديد وجود رجال للقوات المسلحه سيدات، مش رجال بقى سيدات، احنا عبد اللفظي، ما هو ده الجميل، وجود عناصر نسائيه في القوات المسلحه. ده الجميل، عايز اقول لحضرتك مدين شكل للصوره رائع، وشكل امني طبعا موجود، وان عايز اقول بص حضرتك لو بصيت على وجوههم مبتسمين برغم ان طبعا معروف انه رجل الجيش بيبقى في القوات المسلحه عنده صرامه وعنده راجل حاد جدا. انا عايز اقول هم بيجمعوا بين ده وده، الجميل قوي ان احنا نشوف الست المصريه او السيدات المصريه في العمل ده، لا وتواجد شرطي مع القوات المسلحه طبعا، والتعاون الجميل اللي احنا بننشده. فانا هنا بنناشد الناس كلها انها تنزل وقول صوتك، ادي صوتك لمين، يعني ده مهم جدا جدا، لان شعب مصر كله دايما بيدي صوره مختلفه عن ما بيتوقعه العالم. شعب مصر زي ما احنا عمالين نشرح في الصوره، والصوره يعني ما شاء الله معبره عن نفسها وخلاص، هي حكت الحدوته. صحيح. هنا بقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي فاجئ الجميع وعمل زياره لمطار شرم الشيخ، وهو يعني ادي الراجل ده سوري قريبا خلاص، ده كانت من يومين بالظبط ده كان اول امبارح. فقد ايه هو، يعني عايز اقول لحضرتك الصوره دي مختاره ليه، لان هو قد ايه وسط الناس، قد ايه وسط الاجانب، قد ايه الناس ملاصقه فيه، عشان في بعض الناس بتقول ان هو بعيد فالصوره دي قد ايه طبيعيه، وكانت زياره منه جميله، وكانت لفته جميله، وكانت رساله للعالم كله ان فعلا عندنا الامن مستتب والرئيس وسط الناس وسط الجميع. لا وانت كمان خدت صوره السيد الرئيس ومعاه سائحه اجنبيه، وكمان وراه السيد اللي هو خالد فودة محافظ طبعا. بص حضرتك هنا بقى قد ايه، هنا يمكن الكادر ده اتفتح يمكن عشان القدس كده ظهر حضرتك بتتكلم بقى. شوف الكادر المفتوح هنا قد ايه وسط الناس، قد ايه الناس كلها واقفه ببساطه. ده مطار واحنا عارفين المطار دايما في زحام وفي طبيعي. فهو راجل وسط الناس، بص قد ايه ابتسامته، بص قد ايه لو بصيت على جميع الموجودين كلهم مبتسمين، ده دليل ان مفيش شد، ومفيش شد امني، ومفيش يعني حاجات كتير. لو راينا وجوه الناس حتى اللي في الخلفيه جميل قوي. هنا بقى شوف بقى الصرامه اتغيرت الصوره ازاي، خد بالك الصوره بقى بص حضرتك يعني بص قد ايه بقى هنا، يعني الرئيس طبعا زي ما احنا عارفين ان هو راجل قوات مسلحه، فطبعا ده مش هيقدر ينساه ويتخلاه في مشيته وحركاته وتعامله مع الناس. فقد ايه احنا حابين الصوره دي ان اتغيرت، ان يبقى لنا رئيس نشيط، رئيس في السن متقابل يقدر يجري ويقدر يطلع سلم. وشفت الصوره طلعت البساطه في اللبس للرئيس جمهوريه. طبعا يعني عايز اقول لحضرتك يعني المنظر ده كنا دايما بنشوفه في الخارج، كنا بنشوفه في الفرازات دول في الخارج، عمرنا احنا كنا دايما نشوف لازم الرئيس، لا احنا رسمي الرئيس جدا. لا الرئيس خالص وشخص متواضع جدا وشخص جميل. هنا بقى عايز ارد على الناس اللي بيقولوا ان طبعا الناس اللي اتكلموا على السياحه وان الطياره والكلام ده كله، يعني عايز اقول لحضرتك يمكن الناس النهارده بتتعمد، ولان احنا علاقتنا كشعوب مصريه علاقتنا قويه جدا بالشعوب الثانيه، والشعوب فعلا يعني مش مسؤوله عن الحكومات، انما الشعوب يعني عايز اقول نسبه الطيران زادت جدا في الفتره اللي فاتت، ودي انا بقولها يعني عايز اقول لحضرتك النهارده نازل 38 طياره نازلين النهارده، الاحصائيات دي لسه جايبها النهارده، امبارح كان 34 طياره. ده بالتحديد في مطار شرم الشيخ؟ في مطار شرم الشيخ والغردقه، طبعا ده عدد كبير جدا، عايز اقول لك في سياح انجليز النهارده بينزلوا كتير جدا، ده رد على الحكومه بتاعتهم، فيعني اللي بيحارب مصر او اللي يقدر ينول مصر ده استحاله جدا، ادي الطيران، وادي قد ايه الناس زي ما بقول لحضرتك، بص سعاده الناس وسعادة دي مش طائره مصريه. لا دي مش طائره مصريه، دي مش طائره مصريه، ده كل الطيران النهارده عندك طيران كتير جدا، طيران انجليزي، طيران الماني، ونسبه الالمان زادت جدا في الفتره اللي فاتت دي، وانا اعتقد ان دي رساله بيردوا بيها على الشعب. شوف الراحه النفسيه حتى بين اخي الابتسامه البسيطه. بالظبط الابتسامه البسيطه دي بتعكس حاجات كتيره جدا، بالظبط بتعكس خلفيه رائعه. فده انا اعتقد ان هبوط الطيران
الزيارات دي على مصر، وان مصر مش هنقول طبعا هي افضل من افضل الدول اللي فيها سياحه، انما ده رد على المسؤول الامريكي وعلى المسؤول البريطاني ان فعلا ادي بص المطار، مطار الغردقه قد ايه السياح. طبعا الصوره طبعا الاعداد الطوابير كتيره جدا زي ما قلت لحضرتك، في طيران بينزل تقريبا كل 10 دقائق او كل، عندنا عدد من السياح مش عايز اقول اللي هم عنده الناس، وعاد عندنا عدد من السياح كبير جدا النهارده الوافدين لمصر وفي جنسيات مختلفه، وانا اعتقد الناس دي هتنول جزائها من اللي تطاولهم على مصر، لان مصر دي مصر كبيره، مصر هي كبيرة. مساله وقت، مصر كبيره وتاريخ، مساله وقت، واحنا بنعبر كله دايما الشعب المصري قد ايه بقى. نيجي بقى للمهرجان السينمائي اللي اتعمل واللفته الجميله اللي اتعمل في شرم الشيخ، ودي الفنانه الكبيره الامريكيه الفنانه كلوديا دي، ودي دايما بتتكلم عن مصر. على فكره هي كانت هنا من حوالي 15 سنه في المهرجان، من 15 سنه، والفنانه الرائعه العظيمه دي تتكلم عن مصر بشكل كويس جدا. انا عايز اقول دي سفيره لمصر، وابدت استعدادها الجميل اللي ما حدش توقعه انها ممكن تعمل من خلال فيلم مصري لو لقى السيناريو جيد، هي تشتغل في النهارده في مصر. فدي رساله، دي رساله، ودي رساله موجهه لامريكا. لو بصيت قد ايه ابتسامتها، طبعا هي فنانه كبيره وعظيمه. المهرجان بقى، وبنشكر المهرجان ان هو طبعا كرم السيده فاتن حمامه والفنان عمر الشريف والفنان نور الشريف. انت جايب اللقطه كمان استاذ ايمن بتجمع اللقطه الثلاثه. الفكره بقى ان احنا ليه دايما نكرم الناس بعد الوفاه؟ لا ده بقى سيستم، عايزين بقى قرار، خلاص ده عرف عندنا في سريعة بقى شويه. لازم نفرح الفنان، وخصوصا بيبقى فنانين عظام زي دي ولهم شهره عالميه، واذا كان وثقافتهم كانت عاليه جدا في اختياراتهم للسيناريوهات، فلازم يميزوا ان انا الفنان ده لازم اكرمه وهو عايش. ازاي اكرمه بعد؟ ننقل بقى الاسره المصريه البسيطه، ودي قريه في المنوفيه اسمها. عاجبني التنوع ده يا استاذ ازاي، عاجبني التنوع ده، ان الالات دي كلها ان انت عايش هنا وهنا وهنا، خلي العين حتى ده حال المصور الصحفي. والله ده دايما بيبحث عن جديد، ولا يلتزم بعمل، هو ما بيروحش الصبح يقول عنده ايه، عنده وظيفه، لا ده هو اللي بيدور على الاحداث ويجري عليه. يعني دي في بيت، دي في بيت داخلي، دي معظم القريه دي كلهم بيشتغلوا بال، دي فين دي يا استاذ؟ دي في قريه اسمها ساقيه ابو شعره في المنوفيه طبعا مركز اشمون. القريه دي جميله جدا، وعايز اقول لك نسبه المهر فيها للبنات عالي جدا جدا، لان كل البيوت بتشتغل زي ما انت شايف كده حضرتك، الاسره كلها بتعمل، الاسره كلها بتعمل. بص كل الاسره في بيت، وفي بيت عادي جدا، والسجاد بتاعهم طبعا ده غالي الثمن جدا، ويصدر عشان هاند ميد، ده صناعه يدويه، حاجات غاليه جدا جدا. يعني الاسعار تقدر بمبالغ كبيره، وده كل ده تصدير خارجي. تعال بقى نشوف بقى الخير اللي في مصر، وقد ايه الفلاح المصري الجميل بسيط، ده محصول البطاطس، محصول البطاطس. انت نقلت نقله يا استاذ ايمن، يعني وقد ايه قد ايه الجمال. مصر عامره برجالها وابنائها واولادها وستاتها وشبابها واطفالها. مصر هتفضل كبيره، وهتفضل دايما تدي للتاريخ صوره غير الواقع. فكل اللي عايز اقول، كل اللي بيتطاولوا على مصر، لا دي مصر اكبر من اي حد، وهتنميها اكبر من اي حد، والتاريخ شاهد على كده. احنا عمرنا الاف السنين حقيقي. ناس الدول اللي بتتكلم علينا النهارده، انا عايز اقول لسه هم حديث التخرج، يعني هم ناس. هو انت كل ما هتنجح هتسمع بقى وهتلاقي، يعني بالظبط ده اكيد اكيد. مصر كبيره وعظيمه، وزي ما قلت لحضرتك عظيمه بفلاحينها وشبابها ورجال كل حاجه كل حاجه. الصوره بتتكلم عن نفسها كويس، ولكن كل واحد بيشوف الصوره بزاويه مختلفه. اكيد اكيد كل واحد بيشوف الصوره من زاويه مختلفه، لكن الصورة ده شيء هام جدا وشيء مهم جدا، وهيستمر، وهنستمر دايما دايما في ان احنا متابعين للاحداث الجميلة. استاذ ايمن موسى، مصور الصحفي المتميز ورئيس قسم التصوير بجريدة الاسبوع، بهذه الابتسامة الرائعة بختم لقائي معك وبختم حلقتي النهاردة، وبشكرك شكرا جزيلا على هذا التنوع الرائع في هذا العمل، اللي فيه زي ما قلت يعني صعوبات كبيرة جدا بتواجه المصور الصحفي، ولكن انتم دائما متواجدين في كل لحظة تنقلوا الحقيقة للمواطن المصري. بشكرك مره ثانيه. متشكر يا فندم، متشكر ليك، ونهاركم سعيد، وان شاء الله مصر كبيره وتستمر، وعاشت مصر. شكرا جزيلا. مشاهدينا بالابتسامه الرائعه نهينا لقائنا وبنين لقائنا النهارده من برنامجنا نهارك سعيد. كل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعه، وبالتاكيد تحياتي وتحيات فريق العمل بالكامل من زملائي. اشوفكم دايما على خير، هتوحشوني. سلام.